مرحبا. شو الاخبار؟ كيفكم؟ بتعرف قطعنا بتصفيات الباسكت. ايه، وانا كشخص بحب الفوتبول قررت انه بدي احضر باسكت. شو خاص؟ انا ما بفهم شيء بالباسكت ولا بالفوتبول صراحه، بس كنت مجبوره بدي احضر الباسكت لحتى اشوف اذا في حلقه او لا. ايه مزبوط، لانه جمعة الماضيه كان في حلقه من ورا الباسكت. ايه، وهلا اذا كان لو ربحوا الحكمه انه بيكون ما في حلقه، اذا ربحوا الرياضه بيكون مزبوط. في حلقه، يعني خبصه طويله عريضه. فانا قلت بدي ركز، دورت التلفزيون هشام، طلعت ما فيش حدا بعرفه. وين وليد دمياطي؟ وين بولس بشاره؟ وينن؟ مين وليد دمياطي وبولس بشاره؟ وينن؟ ايام وليد انت بخبر الواحد كم سنة لي مشانته. فلا شفته بين الجمهور بس كان مصاب كالعادة. بس انه ما فيش حدا بعرفه، يعني في بس اسماعيل احمد، بس انه يعني كنت حبه من انا وصغيره. بس خلص اسماعيل احمد بعده من ايام خوفه. بيي حاطط صورته بقوطته، كان فان له. والله عليه اطول كارير بالتاريخ البشري عن جد. يا ربي بلا حسد، بحس اسماعيل احمد مش عاطي عمره، عاطي اكثر عمره دياب. انا مهما كبرت صغير. تحية لإسماعيل. ايه، انا بحبه كثير. ايه، ما في منه اسماعيل، انا اي لاف هيم. بتحس المصاروي في عنده محمد صلاح فخر العرب، واسماعيل احمد فخر الدين العرب. المهديم. المهديم. المهم انه حاطه ورقه وقلم قدامي. هذا منيح، هذا منيح لإسماعيل ولا تنمر؟ حلو. المشكله لا بعده منيح، بعده شاب. بحكي عن غير لعيبه فحتطلع برقم. المهم انه حاطه هيك الورقه وعم بكتب، طلعت لقيت الحكمه 16 نقطه، قلت ما فيش حلقه خلص، يعني اكيد النهار رح يكون في هيدا. جعلكت الورقه 3 نقط، 3 ثرو. شو فري؟ شو 3 ثرو؟ لا 3 بوينتس، 3 ثرو و 3 بوينتس. It doesn't make sense. لازم free throw 3 throw. 3 throw لأنه عم بجيب فيها 3 نقاط. بعدين فت أنا على الحمام، طلعت لقيت الرياضي ربحانين، رجعت مثل الشاطر، رحت جبت الورقة، بتحس فار. عملت الفار. أيوة أمان، عملت الفار، جابت الورقة أجا على كتر. عن جد وبارت مني صرت إنه متمنية إنه ما يكون في حلقة وهيك ونقعد ونرتاح، وبارت مني متمنية يكون في حلقة ونقعد ونرتاح مادياً. فبين كلبي النفسي وكلبي المادي. ضاعت، يعني صرت فجأة إنه عاو فجأة. لا بس عن جد إنه صرت أنا بلحظة إنه عم بحضر وعم بتمنى الاثنين يربحوا، مش لأنه أنا حمامة السلام إنه حمارة بالباسكت مفكر إنه فيهم اثنين يربحوا. ولأنه عن جد إنه كل ما فريق يخسر بيقوم الجمهور بيطبخ ببعضه، فأنا صرت بدي أتفادى المشكل. يعني بين الحكمة والرياضي صرت عم بتمنى يربح التضامن. بعدك بتحضر إلي نصر يعني ايه، روجين اصلا روجين اصلا قبل الناس. ايم ا بيج فان، تبعته ما بقفي له سلي. المهم انه عن جد انا عسيرة المشاكل، انه هذا الشيء كثير مزعج. انا بعرف انه واحد ممكن انه بحزك لواحد بمد له لسانه، بمد له اصبعه، بمد له امه، بسب له امه، بس انك تمد ايده تهر له سنانه لواحد قال انه انت عم تحزك له، هي بطلت حرقصه صراحه، هي صارت مجرصه. عم جرصونها قدام الاجانب. مزبوط، والله شفت لاعبين اجانب عم يطلعوا بالمشكله. انه مش معقول فاضغ واحد انه صارخه قنيني من هون لهون قال انه انت عم بتحرقصه بعد المباراه. انت ضد هالمواضيع؟ ايه ضد، لانه عم بيروح المشجعين على المستشفى عم بيقولوا لهم شو يا عمي، حريق، غريق، حادث، شو بيكون؟ جيم اوفر. بيوصل المشجع طالع من الروح الرياضيه على الاخر. برافو عليك، اليوم اللعب على الكلام ضربت. اليوم اللعب على الكلام. وهلا خدها، انت بتعرف اصلا انا كيف تعرفت على الباسكت؟ كيف؟ بمشكل. سويت انا كنت مرقه حد ملعب باسكت، كنت ووكينج عادي. ترو ستوري. كنت ووكينج عادي، فجأة واحد بيسلخني قلبه. اي ثرو كلوتي يا زلمه، اي تيرن اوفر، ما لقيتش حدا تو ديفنس، قلت خلص بقى كثير هالقد لهون وباس. اوكي، الجمهور ما ضحك يمكن لانه ما بيعرف كثير بالباسكت، لو بتعرفوا كنتوا اكيد ما ضحكتوا كمان. مهم، مبروك للفريق الربحان، مبروك للرياضي. بالنهايه هي جيم، انه ما في ربحان وخسران، بالنهايه الخسران الوحيد هو الربحان. لانه انت شفت الكاس اللي حيربحوه هون. شوف الكاس. اوكي، وات از ذس؟ شو هيدا؟ هيدا وين عاملينه؟ بحلويات الشرق؟ هيدا عم تاخذ كاس ولا حلويات الشرق؟ مش معقول. هيدا بتحسش كأس، بتحس حالك بالعرس. هيدا الكاس؟ رودي رحمه عامله. مين؟ رودي رحمه. لا رودي شاطر كثير. هيدا الكاس؟ مبين تمثال الشهداء تبع الباسكت. واو، هيدا امي مبين تمثال الشهداء، هو زاد طبعا بس على باسكت. او قالب كيك كثير كبير.
بعتقد رح يسلموه لرياض الصلح يعني. بس هيك هذا هذا بينقص يعني بينقص لا برونز. كم كيلو كم كيلو؟ اوكي 22 كيلو. شو؟ يعني تخيل انت مثلا ربحان انه بعد شي ست اربع يعني بينفتق وائل عرقجه يعني وائل عرقجه جايين عم يعطوا عم يعطوا الكاس بس مش انا الربحان هن اعطوهم اياه لالهم لانه لا انه حلو انه هو قال انه بيمثل الوحده انه صراحه حسيته بيمثل انك تعربش على ظهر غيرك لتربح قال هو لانه مستوحي من ايام المدرسه لانه هيك انه كانوا بالباسكت انا بحس كنت استوحي لو انا عم بعمله كنت عملت ساندويتش لبني هيك كان بتكون احسن بس انه يعني هي هيدي قصه الكاس كانت كثير ثقيله هلا انا من انا وصغيره هشام كنت حب الباسكت باسكت صغيره حلوه كثير وحيت انا حاسه جد بده ياني باسكت اذا باسكت بيكون احسن باسكت صغيره كانت تحبي ايه باسكت صغيره كنت حب بعدين كبرت بس بالعقل فاللي كنت حسه المثالي الاعلى ضله مثالي الاعلى من هو يعني كل لعيبه الباسكت ضلوا اطول مني ما قدرتش العب باسكت فصرت عم دور على لعبه ثانيه بادل الباسكت ياه خلاص وحيطنا واذا بادل الباسكت ايه بادل ايه انا بلعب بادل البادل اللي هو التنس تبعهم بتطلعي بادل العالم كمان هذا لاعب بادل ضايع على الكلام هو تنس هو التنس اللي بتعمل لك اياه امك بالبيت البادل عن جد يعني صراحه لا بيحرق دهون اسمع حيط يعني لا بيحرق دهون لا بيحرق كالوريز انا بس بنزل كرمال انزل ستوريز فبيحرق 3 جي اكثر والمشكله انه ما بعرف اذا عم بحرق كالوريز او لا لان انا الوحيده بلبنان يمكن اللي ما عندي سمارت ووتش يعني انا هالقد اولد فاشن يعني انا التأس بعدني بقيسه هيك هذيك المره عم باخذ نبضي وقفت ساعتي حسيت حالي مات فالمهم جايتكم هلا بمشروع انت وجاد وانا انه عن جد حينقص مصاري جايز شيء بعد ما حدا عمله بلبنان نفتح ملعب بادل ايه لا جد ونعمل بودكاست ايه بادل بودكاست عن جد يس